بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم. في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نتعلم كيف يمكننا مسح شبكات الوايرلس أو الواي فاي التي تظهر هنا عندنا. هذه الشبكات أو أسماء الشبكات كيف يمكننا مسحها من خلال موجه الأوامر. إذن كل ما عليك فعله هو الذهاب إلى قائمة ابدأ ثم كتابة CMD والضغط على Enter. هذا إن كنت تستخدم قائمة ابدأ بطبيعة الحال. أما إن كنت من مستخدمي الويندوز 8 والويندوز 8.1 فتذهب إلى خانة البحث هنا ثم تكتب أيضا CMD ثم تضغط على Command Paint. بعد ذلك نعطيه الآن أمر إظهار الشبكات أو أسماء الشبكات المتواجدة. نكتب Niche WLAN Show Profiles مع مراعاة المسافات بين كل كلمة وأخرى. الضغط على Space أو Espace. كما تلاحظون Niche Space WLAN Space Show Space Profiles. ثم نضغط على Enter أو Entry من لوحة المفاتيح. وكما تلاحظون أظهر لي هنا جميع أسماء الشبكات أو جميع الشبكات المتواجدة على جهازي حاليا، بما فيها الشبكات التي تظهر هنا كما تلاحظون، وحتى بعض الشبكات التي لا تظهر هنا. إذا كيف يمكننا إزالة شبكة معينة؟ فقط نكتب الأمر Niche Space WLAN Space Delete Space Profile Space Name ثم Equal أو تساوي ثم تفتح العلامة. بعد ذلك نكتب اسم الشبكة، فلنقل بأني أرغب في حذف هذه الشبكة المسمات بتست. أكتب فقط تست ثم أغلق على هذا الشكل. كما تلاحظون تصبح الجملة على هذا الشكل. ثم بعد ذلك أضغط فقط على Enter أو Entry. كما تلاحظون Profile Test is deleted from Interface Wi-Fi. لو ذهبت الآن إلى الأسماء المتواجدة تم إزالة تست كما تلاحظون بنجاح، وهكذا مع باقي الشبكات. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا هذه. للمزيد من الحلقات والمقالات المتميزة وأيضا الحصرية تفضل بزيارة موقع مشروح. كما لا تنسى الاشتراك في قناتين مشروح الأولى والثانية إن لم تكن من مشتركيهما بعد لتبقى على اطلاع بجديد القناتين. هذا وأدعوك للانضمام إلى متابعي ومحبي مشروح على الشبكات الاجتماعية الفيسبوك تويتر وجوجل بلس، كما أسعد بصداقتك على صفحتي الشخصية على الفيسبوك. كل معلومات التواصل تجدها على موقع مشروح وأيضا في وصف الحلقة على اليوتيوب. وإلى أن ألقاك إن شاء الله في الحلقة المقبلة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.